المسؤولين في اتحاد الكورة جالهم عرض لإقامة مباراة ودية بتجمع منتخب مصر ومنتخب الأرجنتين خلال الفترة اللي جاية، خصوصاً بعد ما تم تأجيل مباريات المنتخب المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. نادي برشلونة الأسباني أعلن أنه توصل لاتفاق لضم المدافع الفرنسي جول كوندي لاعب فريق إشبيلية، وأنه منتظر توقيع العقود والفحوصات الطبية للاعب عشان تكون دي الصفقة الخامسة للنادي خلال الميركاتو الصيفي. كمان نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن تعاقده مع المغربي آدم أزنو ظهير أيسر برشلونة الأسباني بعقد طويل الأمد لمدة 3 سنين يخلص في يونيو 2025. يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي اتكلم عن مواجهة مانشستر سيتي اللي هتتلعب بكرة في كأس الدرع الخيرية على ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي، وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن البطولة دي مهمة جدا بالنسبة له، وإنه عنده رغبة كبيرة في الفوز بالمباراة اللي هيغيب عنها أليسون باكر وكويفن كالهر، وقال كمان إنه الفريق جاهز تماما للقاء السيتي. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمان عشان يكملوا بقية فقرات صباح خير يا مصر. إليك يا جمان.